عقدت رئيسة جمعية سما الإنسانية مؤتمرا صحفيا كرس لتفاصيل اختطاف العدوان السعودي للناجية من مجزرة فج عطان الطفل بتين الريمي. مؤتمر صحفي لرئيسة جمعية سما الإنسانية الأخت سما أحمد بشأن اختفاء طفلة بثينة، والتي أكدت أنه تم اختطاف الطفلة من قبل قوات تحالف العدوان عن طريق مندوب منظمة صانعات السلام المدعو فؤاد ثابت المنصوري حسب ما ورد في المؤتمر الصحفي. تم اختطاف الطفلة بثينة عن طريق شخص اسمه فؤاد ثابت المنصوري. فؤاد ثابت هذا من منظمة صانعات السلام ومنظمة تمكين المرأة، جو عبر طريق عقد عمل وما عقد عمل باستدراج الطفلة بثينة واستدراجي إلى الحدود الجنوبية منطقة دمت، ثم اختطاف الطفلة. رئيسة جمعية سما الإنسانية في المؤتمر الصحفي شرحت وبالتفصيل طريقة الاستدراج والخطف، حيث حاولت المنظمة إقناعها بأنه سيتم تصوير لقطات إنسانية مع أطفال كل المجازر التي ارتكبها العدوان لتكون رسالة سلام حسب مندوب المنظمة، بشرط أن تكون بثينة حاضرة في كل الشواهد. قال لي الموضوع أنه نشتي نصور الطفلة بثينة عبر شاشتكم او عبر كاميرتكم، كاميرا المؤسسة، وكونك اعلامية وعندك باع في هذا المجال، فنحن حابين انه يكون انتي تلتقطي هذا العمل، وكونه انه انتي اول من كنتي مع الطفلة بثينة منذ البداية. فقلت له نعم اكيد حاضر. فقال هناك عرض، فسألته عن العرض، قال العرض ان انتي المؤسسة تبعك اذا نجحت حتكون رسالة سلام واضحة وصلت عن اليمن، عن الدمار اللي حاصل لدول العدوان، هكذا حرفيا الدمار اللي حاصل من دول العدوان من دول التحالف على اليمن. رئيسة جمعية سما الإنسانية تطرقت في مؤتمرها الصحفي إلى رحلة بثينة وعمها وأسرته هي وابنتيها بمعية فؤاد المنصوري من دمار ثم إلى دمت وصولا إلى عدن. هنا بعدها فوق، أنا فوق سيارتي وهو فوق سيارته بين المدرعات، أنا سيارتي بين ثنتين مدرعات وسيارة عم بثينة بين ثنتين مدرعات. وصلنا أعتقد إلى قاعدة العند العسكرية. قاعدة العند قالوا ما بالله نطلع فوق الطيارة. قلت لهم أنا ما بش معي جوازات ولا معي حتى بطاقة، أنا نازلة لذمار. قالوا أنت مش بحاجة جواز ولا حاجة بطاقة، أنت جاية لك طائرة خاصة تاخذش انتي واولادش وهو واولاده الى الرياض. اذا وبحسب المؤتمر الصحفي لرئيسة منظمة سما الانسانية، فان بثينة الطفلة الصغيرة مخطوفة بعدما تمكنت ببراءتها من فتح عينيها بسبب التشهد لترى افراد اسرتها الذين راحوا ضحية صواريخ العدوان، وهي اللقطة التي حازت على تعاطف العالم اجمع بدون استثناء في حملة عبر صفحات التواصل الاجتماعي للمطالبة بتحقيق دولي ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم.